استووا يرحمكم الله راسوا أقبلوا على الله بقلوبكم واخشعوا في صلاتكم ولا تنسوا إخوانكم ولا تنسونا من صالح دعائكم. الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين
من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلكم لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلكم لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم
يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثرهم لا يعلمون منيبين إليه واتقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامحوني إن أطلت عليكم في الركعتين الأول لأن التسجيل ما خصناش شي صورة يكون مقطع منها شي طرف من شي صورة. فالإخوان كيسجلوا بغينا تبقى مثلا سورة الروم ولقمان يكونوا مقادين حتى الإنسان إلى السامع
اطلب الله يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال. وهذا راه رمضان الانسان يصبر شويه وخير يجبدوا له الكبير شي شويه. غاتفكرونا بهذا التطوال هذا من غير رمضان ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، الله يجازيك بالخير. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه
فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الشفع والوتر إن شاء الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن وسخر الشمس والقمر ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما خلقكم ولا بعثكم سميع
المصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد يا الله على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيناً إلا سترته ولا همّاً إلا فرجته ولا ضالاً إلا هديته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مهموماً إلا فرجت همه ولا مكروباً إلا نفست كربه ولا ميتاً من أموات المسلمين إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا على قضائها برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا غفور يا ودود يا ذا الملك والملكوت يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه بك أستغيث بك نستغيث بك نستغيث بك نستغيث يا مجيب دعاء السائلين ويا كاشف بلاء المضطرين ندعوك دعاء من ثقلت ذنوبه وقلت حسناته نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا من نجيت يونس في بطن الحوت يا من نجيت نوحا بألواح وعصا
ادعوني استجب لكم، ها نحن دعوناك يا الله فاستجب لنا دعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم انا نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم لا تجعل هذا الشهر الكريم الحبيب الغالي ينصرف من بيننا إلا وقد غفرت فيه ذنوبنا وطهرت فيه قلوبنا ونورت فيه صدورنا وفرجت فيه همومنا ونفست فيه كروبنا يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا الله إلهنا، من نقصد وأنت المقصود، إلهنا من نطلب وأنت صاحب الكرم والجود، إلهنا وسيدنا ومولانا، إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا، ها نحن عبادك المستضعفون، ها نحن عبادك المستضعفون واقفون بين يديك، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، فلا تعاقبنا على تفريطنا يا الله، اللهم كن معنا إذا التفت الساق بالساق، اللهم كن معنا إذا بلغت الحلقوم، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا على أكتافهم وصاروا بنا إلى قبورنا وأغلقوا علينا أبوابهم، اللهم ارحمنا، اللهم احفظنا من عذاب القبر، اللهم ثبتنا عند سؤال منكر ونكير، اللهم ارحمنا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، اللهم اجعلنا ممن يقال له كلوا واشربوا